الصقر دائم العرب يصفون الشخص بالصقر، يقولون فلان والله صقر، والله يقولون خلك صقر. الصقر فيه مميزات حلوة وجميلة تختلف عن باقي الطيور، فيه مواصفات حلوة وجميلة، والصقر من الطيور الجارحة والطيور اللي ما تأكل الفطيس، يعني يختلف عن النصر ويختلف عن باقي الطيور اللي تأكل الفطيس. النصر عفوا الصقر ما ينزل على الفطيس، وله عدة مواصفات حلوة وجميلة. من صفات الصقر انك اول ما تيجي تمسك وحش لازم انك تداريه، ولازم انك تدفنه، ولازم ترش عليه موية علشان ما يموت من القهر. يعني في صفات حلوة وجميلة، لكن ترى في شيء ما تعرفونه عن الصقر يا جماعة الخير. الصقر ترى ما يشرب ماء قدام صاحبه وقدام الناس. الصقر يستحي انه يشرب ماء، ما ادري وش الحكمة، لكن ترى الصقر يشرب ماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني كل شيء يشرب ماء، حيوان نبات كل يشرب ماء. لكن ان الصقر لو يجلس تجلس انت وياه شهر كامل وقدامك ترى ما يشرب من الماء، لازم تروح وتبعد عنه، تحط عنده موية وتبعد عنه راح يشرب ماء. لو تحط الكاميرات راح تشوف بالكاميرات انه قاعد يشرب ماء، لكن قدامك ترى الصقر ما يشرب ماء. لو يجلس تجلس قدامه شهر كامل دام انه يشوفك ما راح يشرب ماء. فانتبهوا على اللي عنده صقور وضاعين طيور، انتبهوا ترى يموت عادي، يموت ولا يشرب ماء. لكن حط الماء عنده وابعد عنه، لا تخلي اي حس حوله، فعلا راح يرجع يشرب الماء. لكن إذا كان قدامك ما يشرب الماء، فانتبهوا يا راعي نص.